এখন আমরা সূরাতুল কলম লাস্ট পার্ট 29তম পারার 5তম পৃষ্ঠা 42তম আয়াত থেকে আমরা তেলাওয়াত করব, 42তম আয়াত ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر صاد متى را قتلة فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى
وهو مكظوم لولا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله مولانا العظيم.